قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المباحثات مع رئيس الوزراء المجري تركزت على بحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أنه تم التوافق على الفائدة الكبيرة التي ستعود على المستثمرين المجريين من الاستثمار في مصر وبشكل خاص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجانبين شددا على ضرورة مواصلة تكوين الروابط بين الشركات المصرية مع نظيراتها المجرية. لقد تركزت المباحثات مع دولة رئيس الوزراء المجري على بحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، حيث توافقنا على الفائدة الكبيرة التي ستعود على المستثمرين المجريين من الاستثمار في مصر وبشكل خاص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما شددنا على ضرورة مواصلة تكوين الروابط بين الشركات المصرية ونظيراتها المجرية، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالي الزراعة وإدارة الماء والري، والنظر في سبل التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين.